السلام عليكم. نصيحة: لا تكن مزبلة. كثير من الناس مزابل تمشي على الأرض وهم ما يدرون. الناس يعرفون المزبلة المادية، زبالة البيوت، وينسون المزبلة المعنوية التي هي زبالة الكلام. أكثر الكلام زبالة، ما يصلح للزبالة، وللأسف الشديد كثير من الناس يحفظ هذه الزبالة ويمشي بها. الزبالة هذه عادة في عقله وفي قلبه وفي روحه وفي جسده. وللمعلومية، ما في مزبلة إلا ولها رائحة، لذلك من المستحيل إنسان يحفظ زبالة الناس وتكون ريحته طيبة، مستحيل. صلى الله عليه وسلم على محمد لما وصف المؤمن حامل القرآن وصفه بالإترج، ليه؟ لأنه فيه كلام طيب له رائحة طيبة. في حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد لما وصف الجليس الصالح وصف كحامل المسك، ووصف جليس السوء كنافخ الكير. أنت نتيجة الأفكار والأخبار والأشياء اللي تحملها في رأسك وفي روحك وفي قلبك. لا تتوقع أن تكون مزبلة وفي نفس الوقت إنسان طيب. إذا كنت تفكر كذا فالشيطان لعب عليك. الخلاصة: احرص على الخير تكون من أهله. مع السلامة.